بس احمد ميهوب ابعدها وصلت، ما زالت مستمره عند غريب ياسر، كره عاليه داخل منطقه الجزاء، فيها خطوره بالمتابعه والهدف الاول يسجل لصالح فريق حرس الحدود من قبل المدافع محمود بنوالي، يسدد ومع الدقيقه التاسعه يسمح لفريق حرس الحدود بالتقدم من خلال متابعه جيده من داخل منطقه الجزاء. سوء انتشار لمدافعي فريق غزل المحله، يستغله محمود منوالي ويسدد بقدم اليمنى قوية على يمين حارس المرمى الحارس أحمد ميهوب. هذه الكرة اللي اشترك فيها اسلام عبد الله، ارتدت وجدت منوالي لوحده تماما بعيدا عن الرقابة، عنده حاسة التوقع، راح في المكان اللي حتتواجد فيه الكرة على طول، ما استناش، خدها ومباشرة في الشباك ليتقدم وسط حراسة غير مشدد.